مرحبا بأجمل المشاهدين، وإليكم في هذا الفيديو أجدد أخبار نجوم تركيا. ورجاء قبل ما نبدأ لا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. بالتأكيد في الآونة الأخيرة سمعتم عن اسم أردا جولار، ذلك الشاب الصغير الذي ترعرع في مدينة أنقرة التركية وأقدم على خطوته الرياضية الأولى في نادي أنقرة المحلي، وعندما بلغ 16 من عمره انضم إلى أشهر نادي في تركيا وهو نادي فنربهتشي. ومنذ دخوله إلى ذلك النادي بدأت الأنظار تلتفت على احترافية أردا المبهرة التي جعلت أهم الأندية العالمية تتهافت عليه لنراه في يوم الحالي واحد من أقوى اللاعبين الشباب في فريق ريال مدريد. والكثير من الأتراك يفتخرون أعز الافتخار بابن بلدهم الذي يحقق الإنجازات في فريق ريال مدريد الإسباني. ولكن مؤخرا هنالك فئة في تركيا وهم العلمانية بدأت تتراجع شيئا فشيئا عن دعمها لأردا من بعد أن انتشرت هذه الصورة له. ولكن ما هذه الصورة التي جعلتهم يتراجعوا عن دعمهم له؟ تعود هذه الصورة إلى صيف عام 2005 في مدينة أنقرة التركية، عندما قرر أردا قضاء إجازته الصيفية بحفظ القرآن الكريم، ذلك من خلال فعالية دينية نظمتها جمعية شباب الأناضول. ويظهر أردا في الصورة وهو طفل مرتديا ميدالية تفوقه بحفظ القرآن وبين يديه القرآن الكريم. وأفاد رئيس الجمعية بأن أردا وزملائه في وقتها عندما كانوا في جلسة تحفيظ القرآن كانوا يقضون وقت الفراغ بلعب كرة القدم. وأشار رئيس الجمعية بأن أردا فعلا كان أكثر فتى محبا لكرة القدم بين زملائه، مشيرا بالحرف الواحد بأنه كان يراوغ بالكرة عندما كان يلعب مع أصدقائه. ومؤخرا أجريت مقابلة مع أردا وتم سؤاله: يا ترى ماذا يعني بالحركة الاحتفالية التي يقوم بها عند تسديد الهدف؟ فكان جواب أردا بأن هذه الاحتفالية قام هو بذاته بالتخطيط لها، وبعد أن يسجل الهدف تكون احتفاليته برفع اصبع السبابة، وهو يقصد بها بان الهدف الذي سدده يأتي بسبب توكله على الله، فهو قام بما عليه فعله والباقي على الله. والهدف من ذلك انه يؤمن ايمانا كاملا بان كل شيء يأتي من الله عز وجل، وحتى ان تعرض للاصابة اثناء لعبه فهو مؤمن بانه كله خير من الله. ولهذا السبب نرى رفض العلمانية التركية له، فصعب عليهم رؤية شاب متمسك دينه ومبادئه وصل إلى العالمية، وأن وصوله للعالمية سوف يكون له تأثير إيجابي على الشباب الذين يرون شاب متمسك بدينه يصل إلى العالمية. والعلمانية لا يتمنون لأردا النجاح لأنهم يدركون أثره الكبير على الشباب والجيل الجديد. ولوحظ أيضا تحفظ أردا أثناء قيام الكثير من المعجبات في إسبانيا محاولة الالتصاق به أثناء التقاطهم الصور التذكارية معه، ولكن هو تجنب ملامستهن. وأشارت الكثير من الجماهير التركية الغير علمانية فخرهم بأردا المتمسك بدينه وغير ذلك بأنه متواضع جدا وليس مغرور بالرغم من المرحلة التي وصل إليها. والكثير من التعليقات التي كانت تدعو لأردا والتي تدعو بأن الله يحميه من عيون الحساد. نجوم تركيا يرفضون العنصرية في تركيا. مؤخرا واجهت الكثير من الجاليات العربية في تركيا بعضا من ردود الفعل العنصرية من قبل الأتراك المتعصبين العنصريين الذين يرون بأن أرض الأتراك للأتراك فقط وغيرهم غير مرحب بهم. وللعلم هذه الفئة موجودة في تركيا منذ زمن بعيد، ولكن بدأت تبرز أكثر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هنالك عدة ممثلات تركيات مثل الممثلة بشرى دولي وإزجمولا برغوزار كورال رفضوا فعل تلك الفئة من الأتراك العنصريين المتعصبين، وقالوا عبر حساباتهم عبر منصة الإنستغرام بأنهم رافضون العنصرية على أراضي وطنهم وبأن بلدهم يرحب باللاجئين ولا يجب بأن يرعبوا اللاجئين وهم في منازلهم. وأما الممثلة برغوزار قالت: نحن في أي عصر؟ ماذا يعني بأن تتهجم على شخص وهو في عقر داره؟ مستنكرة لفعلة العنصريين الذين تهجموا على بيوت السوريين في تركيا.
أول رد من الممثلة سيلا على اختيارها كأجمل امرأة في العالم. وخلال الأسابيع الماضية أعلنت مجلة ذا سيتيزن عن الوجه الأجمل في العالم، ذلك واعتمادا على تصويت الجمهور المهتم بهذا الشأن، وتم اختيار الممثلة سيلا تركولو كأجمل امرأة في العالم، ذلك من بعد أن قام رواد عالم الشبكة العنكبوتية بالتصويت لها. وكان أول رد للممثلة سيلا على إعطائها لقب أجمل امرأة في العالم، قالت: وباختصار الجمال لا يهمني، لذا لا يوجد شيء أعلق عليه حيال الأمر. Yeni projeler hayırlı olsun. Evet. Nasıl geçiyor? Nedir durumlar? Sürecindeyiz. Çok az kaldı. Bir 10-15 günümüz kaldı size çıkmak için. Heyecanlıyız. Hazırlanıyoruz. Provalarımız devam ediyor. Böyle. Yazın herkes tatilde. Siz sette olacaksınız. Yaptım ben tatilimi. Ha, bitirdi mi? Evet. Ben Mayıs'tan beri tatildeyim. O yüzden güzel geçti benim için. Yurt dışı, annemle yanımdaydım, Ayvalık'taydım. Keyifli bir tatil geçirdim. O yüzden yeter, çalışıyorum ben. Süper. Nasıl bir rolde göreceğiz peki sizi yeni projenizde? Nasıl bir rolde göreceğiz? Ben bunu benim dışımda, şimdiki kadar oynadıklarım içinde çok farklı görüyorum. Şöyle, çok daha güçlü, çok daha akıllı, çok daha planları ve istatistikleri kovalayan bir kız. Bunu çok sevdim. Güzel bir intikam hikayesi geliyor. Gonca'yla çok güzel sarmalarımız olacak. Çok heyecanlıyım. Böyle bu kadar. Merakla bekliyoruz biz de. Sonrasında tekrar bir tatil olacak mı, yoksa artık tamamen set ve buradayım. Yeni projelerle ilgili mi olacak? Artık buradayım. Yeterli benim için bu tatil. Öyle. Peki böyle rolleri seçerken sizin için kriterler var mıdır yani? Olmazsa olmazınız veya ne bileyim bu rolde oynamam dediğiniz, çok fazla seçici miyiz bu konuda? Yani ben içmesinden her projede yer almak isterim. Özellikle ayırdığım, bunda asla olmaz, bu çok güzel olur dediğim bir şey yok. Ben okuduğum, içmesim yoksa gözüm kapalı yaparım yani. Ekstra bir şey ayırt edilmem. Peki son olarak, özel hayatta konuşmayı sevmiyorsunuz ama sizle görüşken sormak istiyoruz. Aytaş ve Leketler barışınıza dair iddiaları atılıyor. Fanlarınız da bunu merak ediyor. Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey çok yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş evden. Bunu bilsinler, mutlu olsunlar, yeter. Ha, bir barışma yok o zaman. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Burcu Hanım, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Enerjiniz sabah ediyoruz. Ben de size bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Galiba bir iş toplantısı mıydı? Evet. Şimdi dijitale bir iş çekiyoruz. İşte Hayrettin, Özgür Yaşayın, Engin Benli bir dijitale, ama dijitali söyleyemiyorum şu an. Bir 10 bölümlük, ona başlayacağız. 2 tane tiyatro oyunum var. Ama hangisi olur bilmiyorum. Daha karar vermedik. Amerika tatilindeydiniz. Nasıl geçti? Ya Amerika tatil gibi değil. Ablam orada yaşıyor. Bir evim orada. Yani %100 Gürcü ve Kafkas kökenlerim geliyormuş. Ben de şaşırdım. Hatınızda da birisi yok diye biliyoruz. Son olarak birazcık da magazine gider. Ya ben adamlara bir şey oldu bilmiyorum ya. Bulamıyorsun.